تلات كلمات حرام الناس بتقولهم دايما وما يعرفوش. رقم واحد، حرام انك تقول فلان ربنا افتكره، لان ده معناه ان ربنا كان ناسيه ولما افتكره امر بقبض روحه. رقم اثنين هو انك حرام تقول لا حول الله، الناس بتقولها اختصارا لكلمة لا حول ولا قوة الا بالله، فبقولك لا حول الله انت كده بتنفي حول الله. ثالث حاجة، انك لما بتيجي تطلب من حد حاجة بتقول له انا معتمد على ربنا وعليك، وده حرام، انت كده حطيته مع ربنا في نفس المكانة، ولكن الصح انك تقول له انا معتمد على ربنا ثم عليك. رابع حاجة حرام، ودي حاجة اضافية كده، هو انك ما ينفعش ما تنصرش اخواتك. اقل حاجة طالما انت مش قادر تعمل لهم حاجة انك تدعي